نكمل محاضرتنا. المثال منطق المثال شو يقول؟ المثال رقم 8-1 يقول consider we have a square loop of wire، يعني عندنا لفة مربعة من الواير. and the z يساوي صفر بلين، يعني بال x y بلين. carrying 2 ملي امبير، يمر بها تيار 2 ملي امبير، وهاي اللفة صايرة في مجال مناطيسي in the field of an infinite filament of 15 امبير. يعني هاي اللفة المربعة اللي هي بال x y plane واقعة ضمن مجال مناطيسي، اللي دا يسبب هذا المجال المناطيسي هو فتيل من التيار لا نهائي، نقول infinite filament of current، infinite يعني لا نهائي، filament يعني فتيل، يعني تيار دا يمشي بخط لا نهائي. هذا التيار قيمته 15 امبير. in the y axis، هي الحقيقة on the y axis، الحقيقة هاي on the y axis، يعني نقدر احنا نصلحها. نقول on the y axis، on the y axis. As shown in figure, find the total force on the loop. يريد القوة الكلية اللي راح تتأثر بها هاي اللوب. يعني هسه احنا شو عندنا؟ عندنا في الحلقة من السلك، حلقة مربعة واقعة في الـ XY plane، يعني زيت مالها يساوي صفر، يمر بها تيار. هاي الحلقة تيار ضعيف قيمته 2 ملي أمبير. هاي الحلقة صاير عليها مجال مغناطيسي من جراء اكو تيار يمر من يمها قيمته 15 امبير، وهذا التيار باتجاه الواي اكسس، هو الحقيقه باتجاه ناقص واي اكسس مثل ما تشوفون بالرسم. هنا ليش احنا قلنا اون ذا واي اكسس؟ يعني اتجاه على الواي اكسس، بس هو باتجاه الناقص اي واي، ناقص اي واي. احنا قلنا التيار، قلنا راح نعتبره سكيلر، ولهذا ما نقول ناقص 15 اي واي، لا، وانما نقول 15 امبير عند اون ذا واي اكسس او عند ماينس واي، يعني الاتجاه رايح لليسرى، خلينا نقول هيك. هذا فد سلك لا نهائي، زين. الحلقة المربعة هي هاي، اللفة من السلك هي هاي، هاي دا يمر بها تيار 2 ملي امبير مثل ما تشوفون. زين، هسه عندي شحنات متحركة لو ما عندي بالحلقة؟ موجودة استاذ. عندي شحنات متحركة. هاي الشحنات المتحركة واقعة ضمن المجال المغناطيسي لو ما واقعة ضمن المجال المغناطيسي؟ يعني اكو مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي الخارجي اللي دا يسبب هذا 15 امبير تيار قوي دا يمر من يم هاي الحلقة. فيريد بالمطلب مال السؤال يقول find the total force on the loop، يعني يريد القوة الكلية اللي راح تتأثر بها هاي اللفة من السلك. هسه احنا شو راح نسوي؟ طبعا قانون القوة B الماجنتيك فلاكس دينسيتي، يعني البي. زين، انا شلون اطلع الماجنتيك فلاكس دينسيتي الخارجي اللي يأثر على اللوب؟ ما عندي قانون انه من التيار راسا اطلع الفلاكس دينسيتي، الا اطلع الماجنتيك فيلد انتنسيتي الاتش. عفوا، زين، الاتش مال التيار يمشي بخط، عندي القانون مالته اللي هو اي على 2 باي اف رو 2 باي رو، واي على 2 باي رو اي فاي. تذكرون احنا هذا القانون مالنا، اي على 2 باي رو اي فاي.
هذا امتى؟ اذا التيار يمشي باتجاه الزيت اكسس، صح؟ فلو هسه مثلا احنا نجي نرسم الرسمة معطاة السؤال؟ شنو؟ أستاذ الرسمة معطاة؟ الرسم؟ اي معطاة هنا بهالحالة معطاة، بس احنا اذا ما نرسمه لازم نحدد لك مكان اللوب. اذا ما نرسم لازم نحدد مكان اللوب. زين هسه احنا عندنا نرسم الاحداثيات مالتنا اول. هاي الاحداثيات مالتنا. اللوب نقدر ايضا نرسمها هاي هسه، لانه اللوب يعني بال 3 دايمنشن هنا راح امسح جزء منها واكمل. هنا عندنا راح امسح هذا حتى يصير خطأ متوازية. هذا برنامج البينت اذا واحد يتعلم له يفيده بالرسوم. زين الثاني هذا الضلع الاول من اللوب، هذا الضلع الثاني من اللوب، ونسوي له ترانسبيرنس على مود ايه. زين هاي هي اللوب. خوش حكي. زين نجي نلون هذا حتى يصير جزء من الوصلة مال اللوب، وهنا أيضا. هاي اللوب شو عندي؟ عندي تيار يمشي على الواي اكسس، يعني خلنا ناخذ خط مستقيم نرسمه باتجاه الواي اكسس، باتجاه الواي اكسس، يعني هذا خط لا نهائي من التيار. ايه يعني هسه نقول هذا اللوب هذا التيار ده يمشي ب 15 امبير، التيار رايح اتجاه ناقص اي واي. زين طبعا انا عندي هذا الاكس وهذا الزيت، وهذا عندي الواي. اللوب نفسه بيمشي بيه تيار قيمته 2 ملي امبير. هسه احنا اللوب هذا هو منطيك اياه بالمثال، المكان اللوب محدده، يعني نجي نكتب الاحداثيات مالته هنا 1 0 0 هاي النقطة الركن مال اللوب. زين وهاي النقطة يعني هي على اكس اكسس اكيد الاحداثية 3 0 0 3 0 0. فمعناته نا واللوب عرضها 2، يعني هذا اكيد 1 لان نفس الاحداثيات،
بس الواي 2 لان عرضه 2 والزد دائما صفر. وهاي النقطة احداثياتها 3 2 صفر. اذا هاي اللوب مكانها انعلم ويمر بها تيار. زين هسه انا اريد اسال سؤال. المجال المغناطيسي الخارجي ده يولد هذا التيار القوي ال 15 امبير. زين من يوصل على اللوب شلون اتجاه المجال راح يصير؟ يعني احنا قلنا دوار ايزر صحيح. ليش؟ قاعدة اليد اليمنى. خلي الابهام اليد اليمنى باتجاه التيار، فر اصابعك، فراح من توصل على اللوب راح يصير اتجاه الاصابع للاعلى. اذا ايزر، اذا دائما المجال ايزر. شوفوا هاي قلنا عليها، هاي نحسبها حساب مرات من التيار واللوب صايرة على نفس الاحداثي او موازية له، فنقدر نطلعها رأسا. زين اذا هسه احنا نكتب قانون التيار، عفوا المجال المغناطيسي الواصل على اللوب يساوي لي اي على 2 باي رو اي فاي. هذا شنو؟ هذا القانون العام. بس هسه احنا هذا امتى؟ اذا عندي التيار باتجاه الزيت، لكن هسه انا عندي التيار باتجاه الواي، فاقدر اسوي صيغه تناسبني حسب التحوير اللي هنا صار. يعني اكتب الاتش يساوي التيار، والله هذا نفسه، على 2 باي الرو هو بعد نقطة الحساب عن التيار، البعد العمودي. فهنا هسه هذا البعد يمثل لي البعد باتجاه الاكس، صحيح؟ فهنا راح اخلي اني اكس، راح اخلي اكس مكان الرو. ارجو انه تكونوا افتهمتوا هاي، هاي مهمة. بعدين الاي فاي انا راح اخلي اي زد. ليش؟ يعني قلنا المجال اللي يوصل على اللوب اتجاه زد. من اطبق قاعدة اليد اليمنى، هاي شلون احسبها اي زد؟ هاي فهم، فهم. انت تخلي الابهام اليد اليمنى باتجاه التيار، تفر اصابعك راح تشوف انه اصابعك من توصل بالضبط على اللوب راح تكون اتجاه الاصابع الى الاعلى اي زد. اذا هذا قانون المجال مالتي. أنا هسه فصلته على الظروف اللي عندي، على الظروف اللي عندي فصلته هذا. اللوب راح أقسمه إلى وصل، أقول مثلا هاي هي الوصلة الأولى، هاي هي الوصلة الثانية، هاي هي الوصلة الثالثة، هاي هي الوصلة الرابعة. التيار بالوصلة الأولى جاي بهالاتجاه، بالثانية جاي بهالاتجاه، بالثالثة بهاي الاتجاه، بالرابعة بهاي الاتجاه. هيج. اذا اقدر اكتب هنا الاتش، الاتش او المجال المغناطيسي، شدة المجال المغناطيسي يساوي للتيار شقد؟ 15 امبير على 4 باي. تبقى نفسها الاكس، والله هسه خلونا نحسب الاكس بكل وصلة بعدين. والاي زد شنو؟ صار مو القانون 2 كذا؟ 2 اي 2 مو 4. انا توهمت، خلني امسحها، انا متاسف انا غلطت. هنا 2 صحيح 2 باي اكس اي زيت. زين اني اريد اطلع الفلكس دينسيتي، عفوا البي الفلكس دينسيتي، يعني الماجنتيك فلكس دينسيتي. فاني عندي قانون البي يساوي لي ميو اتش. اذا ما قايل لي فري سبيس او يقول لي فري سبيس اخلي ميو نوت، الا اذا يقول لي ماده معينه عود ليش هسه اطلع لها الميو. وقلنا احنا الميو مال الماده تساوي لي ميو ار في الميو نوت. هاي امتى؟ اذا عندي ريلاتيف بيرميبيليتي اضربها بالميو نوت تطلع لي الميو. انا اذا ما قال لي عندي ماده معينه او يقول لي فري سبيس اطبق ميو نوت. اذا البي شو يساوي؟
الميو نوت هي شنو؟ 4 باي 4 في 10 سالب 10 ناقص 7. هاي كلش مهمة تعرفها الميو نوت. في ال H، ال H قلنا 15 على 2 باي X أي زد. اقدر اطبق اطلع هذا يعني ثابت 15 على 2 باي واضربها في ال 4 باي في 10 اس ناقص 7. يعني هاي هسه خلينا نقول هاي، شوف هسه هاي كلها ثوابت، كلها ثوابت. فاحسبها 30 في 10 اس سالب 7 على ايش؟ جيد. اذا نقول هاي يساوي لي، انا هسه كاتب 3 في 10 اس ناقص 6 او 30 في 10 اس ناقص 7 نفس الشيء على اكس اي زد. وحداتها شنو؟ تسلا او ويبر لكل متر مربع، نفس الشيء لان هذا فلكس ماجنتيك فلكس دينسيتي. القوة هسه هاي البي طلعته، اذا القوة من جراء السريان او من جراء التيار، مثل القوة مثل قانونها قوة تساوي هاي هسه قوة فيكتور تساوي ناقص اي تكامل على مسار مغلق، لان التيار دائما يمشي وين؟ مسار مغلق. الفلكس دينسيتي كروس دي ال، او اقول الدي ال كروس بي واشيل الناقص نفس الشيء. هسه عاد اني هسه راح اجي على وحده وحده من الوصله وصله من هاي الحلقة اللوب. فأنا عندي هنا أنا الوصلة الأولى، طبعا أقول هنا خلي يكون مهم، ملاحظة مهمة، هذا التيار هو التيار مال ال مال ال الشيء اللي داريد أحسب القوة تتولد به، فهمتوا؟ وهذا يعتبر مجال خارجي، البي هو المجال الخارجي. فأنا ما يصير هنا أخلي التيار 15 أمبير، هذا ما يصير. ليش؟ لأن إحنا من هاي 15 أمبير طلعنا البي، اعتبرناه هذا مجال خارجي. فمن عرفنا هذا المجال الموجود هنا، بعد أنا ما لي شغلة بهذا التيار، من أريد أطلع القوة أعبر الآي عنه بالتيار حركة الشحنات اللي راح تتولد منها القوة اللي هي اللوب، تيار اللوب. فهنا إذا شقول أقول يساوي لي ناقص التيار شقد؟ 2 ملي أمبير. إذا 2 في 10 ناقص 3، افتهمتوا؟ هذا الناقص I، هذا الناقص I. زين، في البي أنا هسه طلعته هذا اللي هو شنو؟ اللي هو 3 في 10 اس ناقص 6، اقدر اطلع خارج التكامل 3 في 10 اس ناقص 6 خارج التكامل طلعته البي 3 في 10 اس ناقص 6 هاي، يبقى 1 على اكس اي زد. فعاد نكتبها للوصله الاولى، الوصله الاولى الصراحه كامل يعني. من اكس يساوي هنا شقد عندي الاكس؟ 1 وهنا الاكس شقد؟ 3. فراح اكامل تكامل من الاكس يساوي لي 1 الى 3، الى الاكس يساوي 3. المن اللي بقى انا ها طلعته، ايش بقى؟ ها طلعته 3 في 10 ناقص 6، ضل اي زيت على اكس. اذا ايش اقول؟ اقول اي زيت على اكس.
هاي شنو هي؟ هاي البي كروس الدي ال. دي ال ها الدي ال باوع الدي ال هنا شلون تجاهها؟ اي اكس اي اكس دي اكس اي اكس. فهنا هاي الوصله هسه رقم واحد، خلي اكتبها هنا رقم واحد الدي ال تساوي لي دي اكس باتجاه الاي اكس. زين بالثانية دي ال شو تساوي لي؟ دي واي اي واي. وبالثالثة سالب دي اكس اي اكس. اها اها بس بس شنو؟ هنا بما انه انا راح اعوض من اكس يساوي 3 الى اكس يساوي 1، فماكو داعي اكتب سالب، او اكتب سالب واعوض من 1 من اكس يساوي 1 الى اكس يساوي 3، يعني وحده منها. فهنا انا ما راح اكتب سالب، راح اكتب دي اكس اي اكس. ليش؟ لانه هاي الدي ال مو هو اتجاه التيار. اذا اريد اعتبر اتجاه التيار راح اعوض بالانتجريشن، راح اكتب من اكس يساوي 3 الى اكس يساوي 1. فهمتوا؟ استاذ عندنا بالحاله الاولى يطلع سالب وبالسالب يطلع موجب، يعني نفس الشيء. احنا بالنسبه لنا اي وحده تلغي اللخ، صح؟ راح وحده تلغي اللخ، لان هاي رايحه وهاي جايه نفس البعد عن التيار، اذا راح وحده تلغي اللخ، بعدين راح تبين هاي الحاله. بس انا هسه اريد تعرف انت انه الدي ال هنا هي دي اكس اي اكس، يعني كفكتر اتجاهها دي اكس اي اكس. بس انت بالانتجريشن راح شو تسوي؟ تقول من اكس يساوي 3 الى اكس يساوي 1، فتطلع نفس الحساب. الوصله هاي ملاحظه مهمه تاخذوها. الوصله الرابعه دي ال تساوي ناقص دي واي. دي واي اي واي، لانه لانه نفس الحجم، لانه نفس الحجم. مو بس احنا الواي راح نعتبره من اللي وين؟ من الاثنين الى الصفر. هسه انا هاي راح احضرها يمي، خليها حتى كل من اوصل على الدي اكس اكتبها. هسه مال الاولى ال دي اكس اي اكس. زين خلصنا مال الاولى زائده مال الثانيه شو كامل؟ انا هسه عندي دي واي مال الثانيه من واي يساوي صفر الى وين؟ واي يساوي ايش قد هنا؟ ايه طبعا تبقى اي زيت. بس هنا مو على اكس، هنا بالله الاكس متغير، لان انا من امشي هنا بالاولى الاكس يتغير، فراح اخلي اكس. لكن هنا انا الاكس ثابت لو متغير؟ ثابت. استاذ عوض قيمته ثابت، ايش قد قيمته؟ الاكس هنا ثلاثة. فراح اكتب مكان الاكس هنا ثلاثة، لان ثابت كونستنت. انا اذا اسوي انتجريشن بالنسبة للواي الاكس ثابت. زين الواي شنو؟ دي ال دي ال. زين خلينا نجي نكمل دي جوا. ايه زائدا هاي التكملة مالتها الثالثة تكامل من الاكس يساوي 3 مثل ما قلنا الى اكس يساوي 1 لاي زيت؟ على اكس. هنا الاكس متغير بالثالثه، الاكس متغير بالثالثه، وهنا دي اكس اي اكس تساوي 2. هاي وين؟ هاي بالنسبه للثالثه. اي الواي يساوي 2، بس انا ما عندي واي. صح الواي يساوي 2 هنا بالثالثه،
بس انا هنا ما احتاج الواي. زين بالرابعه تكامل المن بالنسبه للواي صح؟ بالرابعه الواي منين لوين؟ من اثنين ما تساوي من اثنين الى صفر. من واي يساوي اثنين الى صفر. ال اي زيت على الاكس ايش قد مال الرابعه؟ واحد استاذ واحد. عافيه. كروس قلنا بالرابعه الدي ال هو دي واي اي واي. هيك. عاد هسه راح اجي اسوي انتجريشن. هنا استاذ ها تفضل. استاذ اذا الرابع استاذ من الاثنين للصفر ومن الصفر للصفر. اي والله صح. من اثنين احنا تفاهمنا قلنا من اثنين للصفر بس كتبنا من صفر للصفر. صحيح. هسه عاد من تجي تسوي انت طبعا تسد القوس لان يعني هي مضروبه بهاي القيمه. فاذا ناقص اثنين في ثلاثه يصير سته. ستة في عشرة ايش لقيت؟ نانو في عشرة صار بتسعة. صار بتسعة صار. ايه. في هنا الانتجريشن بالنسبة للاكس. انا هنا لان الاكس الدي اكس قيمة واتجاه، فالدي اكس اقدر اعبرها بهالصفحة. يعني يصير واحد على اكس دي اكس والاي زيت كروس اي اكس هيجي الاتجاه. فخلنا نشوف الانتجريشن الواحد على اكس هو لين الاكس. فراح يصير هنا انا عندي لين الاكس منين لوين الاكس؟ واحد الى ثلاثة. من واحد الى ثلاثة. ايه يعني خلنا نكتبها هيك. خلنا نكتب قبل لين ثلاثة ناقص لين واحد. هم نقدر. هسه إذا من واحد إلى ثلاثة. زين، تعال قل لي الأي زيت كروس أي إكس، شنو النتيجة مالتها؟ أي واي. أي واي. صح. زائدة. الثانية واحد على ثلاثة شنو؟ كونستنت يطلع خارج التكامل. تكامل ال اي ال هنا دي واي شو يصير؟ واي صح؟ واي الواي التكامل دي واي هو واي منين لوين؟ من الصفر من الاثنين مطلوب ثلاثة استاذ على ثلاثة. ايه على ثلاثة صح. اي زد كروس اي واي شنو؟ اي اكس سالب اي اكس سالب اي اكس سالب اي اكس. عافية. زائدا هنا قلنا لن مو نعم استاذ منين لوين؟ من ال من الثلاثة إلى الواحد. وأي زد كروس أي إكس أي واي أي واي زائدا هنا واحد على واحد واحد. نصف الاثنين هذه يا هي استاذ الحدود اثنين فوق يصير صفر جوا احتفال استاذ هاي يعني استاذ انقلبتي انت مال الرابعة مو هاي مال الرابعة مال الرابعة وين صار مال الرابعة من اثنين للصفر من اثنين الى الصفر صحيح من واي يساوي اثنين من واي يساوي صفر صحيح الرابعة من اثنين الى الصفر صحيح زين تكامل الدي واي شنو واي؟ من الاثنين الى الواحد الى الصفر. اي زد كروس اي واي ناقص اي اكس ناقص اي اكس اي ناقص اي اكس.
بس احنا ناقص اي اكس. فالنتيجة تحسبها عاد راح يطلع لك طبعا باوع هسه هاي هذا الحد. خلني اكتبه بالازرق هذا وهذا، واحد يلغي الاخ. باوع هذا شنو؟ لان ثلاثة ناقص لان واحد اي واي، وهذا لان واحد ناقص لان ثلاثة اي واي، فمن تجمعهم راح ينلغي. فراح تطلع النتيجة عندك ناقص ستة في عشرة ناقص تسعة هاية مضروبة في اللي الناتج راح تنحذف قلنا، فراح يصير ناقص هنا اثنين ناقص صفر اثنين على ثلاثة يصير ناقص اثنين على ثلاثة اي اكس، ناقص اثنين على ثلاثة اي اكس هذا الناقص زين، زائدا تجي على هاي صفر ناقص اثنين ناقص اثنين في ناقص اي اكس اثنين اي اكس يصير زائدا اثنين اي اكس اي اكس اي ويساوي باوع هسه هذا اثنين ناقص ثلثين يعني واحد وثلث مو صح؟ في يعني أربعة على ثلاثة ناقص ستة اي أربعة في أربعة في ستة 24 على ثلاثة ثمانية فيصير ناقص ثمانية اي اكس وهاي نانو نيوتن بسبب الناقص عشرة ناقص تسعة. ها هي القوة اللي راح تتولد بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. هذا ما يخص هذا المثال. انت شو تسوي يا شباب؟ انت ورا ما افتهمت هذا تعال على كيفك بيدك سويها، اخذ الملاحظات هاي اللي قلنا لك عليها وطبقها المفروض يطلع لك الحل صحيح ناقص. نعم بس الحدود التكامل مال النقطة الرابعة شوية يعني إذا صاد على الرسم احنا نمشي الحدود نمشي على اتجاه السهم باوع على الرابعة شلون صاير. تشوف الرابعة شلون صايرة هاي باوع باوع الوصلة الرابعة منين جاية؟ جاية من هاي النقطة إلى هاي النقطة. هاي النقطة شنو إحداثيات الواي مالها؟ اثنين. وهاي النقطة صفر الواي مالها. إذا من واي يساوي اثنين إلى واي يساوي صفر. فإحنا هذا طبقناه باوع مال الرابعة من واي يساوي اثنين إلى واي يساوي صفر. باوع هاي مال الرابعة. مفهوم؟ ليس مفهوم. الحمد لله. نرجع للمحاضرة مالتنا. بعد أن حلينا هذا المثال طلعنا ناقص 8 أي إكس نانو نيوتن. اكو دريل بروبلم 8 2 بالكتاب مالكم صفحة 235 هاي تحلوها. الحل موجود بالكتاب النهائي، الحل النهائي. أنت تحلها وتشوف نفسك. اكو مثال هذا ايضا موجود بالملزمه شباب، اكو بالملزمه خاف واحد ما يدري يعني اكو الملزمه مال الاستاذ محمد كامل الرجال طابعها وشويه مرتبه ان شاء الله اذا صار راح يصير دوامكم يعني المختبرات العملي راح يصير حضوري. فتروح على مكتبه النبراس تقول له اريد الملزمه مال مال المجالات صف ثاني مال الاستاذ محمد كامل ان شاء الله تجي تلقيها هم بها امثله اضافيه وقسم منها الامثله موجوده يعني هسه هذا المثال مثلا موجود بالملزمه. زين المثال شو يقول؟ يقول جد القوه find the force on a straight conductor يعني الموصل مستقيم of length 0.3 متر هو الموصل 0.3 متر carrying a current 5 أمبير
in the ناقص اي زد direction where the field الفيلد الخارجي منطيني اياه اللي هو 3.5 في 10 ناقص 3 اي اكس ناقص اي واي. اذا الاتجاه كفكتر اقدر اضرب هاي القيمه في هذا اليونت فكتر يعني في هذا الفكتر يطلع قيمه الفلكس دنسيتي. اذا المجال الخارجي عندي يريد القوة على موصل مستقيم طوله 0.3 متر يمر بتيار 5 امبير باتجاه الاي زد. احنا راسمين هو ايش يقول؟ باتجاه الناقص اي زد. اذا التيار ده يمشي من هنا 5 امبير للاسفل. وعندي مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي منطيني اياه هو. واضح؟ هذا المجال المغناطيسي منطيني اياه. السبوره على السبوره لا بأس، يعني هاي السبوره جاهزه. سهله. بس ينراد شنو؟ ينراد نجيب الرسم ما طول شويه حلو واضح. ننقل الرسم. هذا الرسم المنطوق مال السؤال هم يعني بعد نجيبه. زين هذا المثال شباب. التيار ده يمشي باتجاه ناقص اي زد. اذا انا ايش عندي؟ عندي هذا التيار يساوي هذا التيار يساوي 5 امبير الى الاسفل. زين المجال المغناطيسي هو منطيني اياه، هذا المجال المغناطيسي يعني البي اقدر اكتبها 3.5 في 10 اس ناقص 3 تقدر تقول اي اكس ناقص 3.5 في 10 اس ناقص 3 اي واي او تكتبها بالصيغه نفس الشيء تسلا. زين القوه اللي راح يعاني منها هذا الموصل المجال الخارجي راسا هو الطانية. ذيك هسه انا طلعته حسب المعلومات اللي عندي المجال من فتيل تيار عرفته. هنا لا، المجال الخارجي من طينية راسا. فاذا راسا اقدر اطبق القانون، قانون القوة. قوة تساوي اي في ال كروس البي. هاي امتى اطبقها؟ اذا عندي موصل مستقيم في مجال منتظم. اذا هاي نكتبها for a straight conductor for a straight conductor in in constant magnetic field. اطبق هاي المعادلة رأسا. زين اكو ملاحظة مهمة ايضا. شنو هي؟ يقول the direction the direction of current
Direction of current. هو نفسه ال direction of L. يعني in the direction of L. جيم. In the direction of L. هسه نطبق معادلة هاي ل F ايش تساوي؟ ل F قوة تساوي لي التيار ايش قد؟ خمسة. خمسة خمسة في ل L ايش قد؟ ثواني بالمنطوقة هنا 2.3 هذا المجال هذا المجال بس هو قال لي 0.3 متر طول الطول 0.3 متر فإذا اكتب في 0.3 متر في المجال قيمة 3.5 في 10 أس ناقص 3 هسه اسوي ديتيرمينت مال من؟ مال ال L كروس B باوع L كروس B L كروس B فال L ال L هو ناقص أي زيت الاتجاه مالته ال L هو ناقص أي زيت فمن اكتب الديتيرمينت شو اكتب؟ اكتب هنا اي اكس اي واي اي زد بالنسبة لل صفر صفر ناقص واحد لان ناقص اي زد فقط لل لان لازم بالتسلسل مو اكتب البي قبل ال حسب المعادلة اول شيء ال كروس بي فالبي منطيني اياه هو قيمته 3.5 في 10 ناقص 3 شنو بوياها اي اكس ناقص اي واي البي هو منطيني اياه اذا اي اكس يعني واحد هنا ناقص اي واي ناقص واحد هنا صفر هذا شنو هذا بالنسبه للبي الصف الاخير مال البي الفكتور الثاني عاد عفوا استاذ نعم ناقص واحد مال الاي زد اي شلون عرفناها بالاستاذ هاي هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا ال L كروس B باوع اول شيء يا فيكتور ال L كروس ال B مو؟ فبالديترمينت انت تخلي اي اكس اي واي اي زد بعدين تخلي هنا المركبات مال الفيكتور الاول اللي هو مال ال L ال L هذا فيكتور وهذا فيكتور زين انا ما عندي معلومات عن ال L غير انه باتجاه ناقص اي اكس فال ال كفكتر يساوي لي ناقص اي زد عفوا ناقص اي زد ال ال هذا ال ال هاي منين جبتها؟ جبتها من المنطوق طبعا شو يقول المنطوق؟ يقول a straight conductor of length كذا carrying a current in the ناقص اي زد هاي الناقص اي زد هي اتجاه ال L يعني احنا قلنا التيار احنا نعتبره سكيلر زين واذا يقول لي ناقص اي زد فقلنا هاي المعادلة هاي الملاحظة مهمة هي اللي تجاوبك على الحل على السؤال مالك انه اتجاه التيار نقول in the direction of L فبما انه التيار اتجاهه ناقص اي زد واحنا نعرف التيار هو سكيلر فاذا ال هو اتجاهه ناقص اي زد هسه عادت هذا الصف الوسطاني هذا مال من؟ مال ال L أنا عندي ناقص أي زد يعني أي إكس صفر أي واي صفر
عندي هنا ناقص اي زيرو، يعني تخلي ناقص واحد. البي معروفة، البي هو منطيني اياه، شوف البي ناقص اي زيرو اي اكس ناقص اي واي، وهاي القيمة انا مطلعها من اول قبل الديترمينت. عاد تجي تحسبها حساب اعتيادي، فراح يطلع لك القوة محصل النتيجة، النتيجة راح تطلع لك القوة تساوي لك 7.42 نانو متر، عفوا ملي نيوتن قوة. خلصنا، هذا مثال سهل يعني، بس اكو هاي الملاحظة شوية مهمة. مثال اخر اكو بالنسبة لل، انتو هنا اكو في الورقة ما منزل لكم اياها، يمكن ما والله، اللي هي 3.2، راح اسوي عليها شو اسمه، موجوده هي هسه راح اطلع لكم اياها، هاي احنا ما منزلها، هاي راح اسوي لكم تصحيح عليها. 3.2 عندي موجوده، هذا المثال اذا بالملزمه عندنا. انا راح انزل لكم هاي الورق على ويا، اضيفها ويا الشيتات اللي نزلت لكم اياها حديثا. يقول find the force per unit length on two long straight parallel conductors of each عفوا if each كاريز يعني تحمل a current of 10 امبير 10 امبير 10 امبير in the same direction. يعني شنو in the same direction؟ يعني اثنينهم نفس الاتجاه. Same direction on the separation separation يعني الفاصلة بيناتهم، the separation distance is 0.2 متر. عندنا موصلين متوازية تحمل تيار بنفس الاتجاه، إذا عندنا تيارين. احنا هسه بالنسبة لنا نريد نرسمها خل احنا هسه هنا ايش دا يقول هاي التيارين، طبعا هو يريد القوة per unit length، هاي الملاحظة قوة per unit length، هاي راح تفيدنا بالحل، راح نحلها بطريقة خاصة. يعني هنا تقسيم ال L، يعني بالنسبة لل L on the two long straight parallel conductor طويلة متوازية مستقيمة الموصلات، كلا الموصلين يحملان نفس التيار 10 امبير نفس الاتجاه، والفاصلة بيناتهم 0.2 متر. فأني حتى أرسمها راح نختار أنه أحد المواصلات على الزيت أكسس، على الزيت أكسس هذا الموصل الأول، يعني خلينا نقول طوله لا نهائي زين، وهذا الموصل الثاني هذا نفسه بنفس الطول، وبيناتهم مسافة
المسافه اللي بيناتهم هو منطيني اياها. زين، انا هسه هنا راح اعتبر الموصل الاول على الزد اكسس، والموصل الثاني يبعد عنه بالمسافه اللي هي 0.2 متر. اذا هذا على الزد اكسس، يعني انا اكمل الاحداثيات. هذا الاكس وهذا الواي، خل نفرض هيك. طبعا الاكس راح مو الا يعني على ينتهي هنا، ينتهي هنا مثلا. هذا الاكس وهذا الواي. اذا انا ايش عندي؟ صار عندي هنا الاكس وهنا الواي. الفاصلة بيناتهم هو مطيني اياها 0.2 متر، يعني معناته هاي النقطة او 0.2، يعني الفاصلة بيناتهم 0.2 متر. اثنينهم دا يمر بيهم تيار 10 امبير، اذا هذا دا يمر بيه تيار 10 امبير، وهذا دا يمر بنفس الاتجاه 10 امبير. زين، منو قال هي باتجاه الزيت؟ احنا فرضناها هسه باتجاه زد، لان هو دا يقول لي المعلومه اللي عندي فقط اثنينهم دا يمر بيهم تيار بنفس الاتجاه. يعني يصير اختارهم اثنينهم نازلات. كيف؟ بس المهم اثنينهم بنفس الاتجاه. زين، ليش خليتهم باتجاه الزد؟ على مود السهوله الي. زين، اريد القوه اللي بيناتهم. القوه اللي تصير واحد ياثر على الاخر قوه. هذا الموصل الاول يمر بي تيار واصل له مجال مغناطيسي من جراء التيار الثاني، والموصل الثاني تيار واكو مجال مغناطيسي واصل له من جراء الموصل الاول. هيجي فهنا المجال المغناطيسي الواصل على هذا الاول مثلا بصوره عامه اكتب H1 يساوي لي، يلا ردوا لي اذا تيار يمشي بخط شنو المجال مالته؟ اه يعني جايزت صحيح؟ لا، المجال اي فايل يعني دوار، مو قلنا مجال دوار. فاذا المجال H1 على الموصل الاول، فش اقول هنا؟ شو اعتبر؟ اعتبر زين، هسه نجي اني هسه اذا بالموصل الاول، بالموصل الاول اولا الرو ايش قد عندي؟ 0.2 صح؟ المجال الواصل لي المجال الواصل لي على الموصل الاول شلون اتجاهه؟ طبق قاعده اليد اليمنى مال الموصل الثاني، ابهام باتجاه التيار، فرق صابعك، راح يوصل المجال هنا شنو؟ اي اكس. اي اكس اكيد، يعني هي حلقات حول الموصل الاول فيوصل اي اكس. اذا المجال المغناطيسي من جراء الموصل الثاني هو شو اسمه بهاي النقطة هو اي اكس. فهنا نقدر نكتب الاتش على الموصل الاول يساوي لي 10 تيار على 2 باي روش جيت هنا 0.2 صحيح 0.2. عافية. وهنا أنا اي اكس بالموصل الثاني الاتش المجال المغناطيسي، طبعا هنا هاي شوية هي اصطلاحية، طبعا المجال المغناطيسي الواصل على الموصل الثاني يساوي لي التيار على 2 باي رو هم 0.2، بس الاتجاه اي ناقص اي اكس صح؟ نعم صح.
لأنه تخلي الإبهام باتجاه التيار، فرق أصابعك اليد اليمنى راح يصير ناقص أي إكس هيجي. ف هاي ايه، فهنا راح يصير عندي ال H1 يساوي، طبعا هو ايش معتبر؟ معتبر ال بالموصل الاول راح يجيني المجال مال التيار الثاني، يعني هذا المفروض I2 مثلا، هو نفسه I1 ولا I2، بس هنا يعني التيار الثاني واصل المجال الثاني، وهاي اعتبرها الثاني هيك، وهاي اعتبرها الأول، يعني هذا المجال، هذا المجال منين؟ من الموصل الأول واصل لي على الموصل الثاني، يسموه H1 على مود جاي من الموصل الأول هيش، يعني بس هي نفس الشيء، بس أنت إذا تحلها راح يصير هاي الناقص وهاي زائد، بس ف H1 هنا راح يصير ناقص 10 أي إكس على 2 باي 0.2. الرو هذا احنا هسه حسبناه 0.2 لانه مسافه عموديه. زين اذا انت ما تعرف شلون، يعني اذا تريد تحل حل كلاسيكي، هاي النقطه اللي هي جايه مباشره الاكس مالها صفر والواي 0.2، ويقول الرو يساوي لي تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، الاكس صفر والواي 0.2، فيصير الرو يساوي لنا تحت الجذر صفر زائد 0.2 لكل تربيع ويساوي 0.2، يعني اذا تحلها حل شو اسمه. اما هنا انت من حقك تقول 0.2 لانه مبينه الواي 0.2 ولان صاير على الاحداثيات. اما اذا هذا صاير مثلا هنا بمنطقه معينه وما قال لك سيبريشن، قال لك هذا الخط ات اكس يساوي كذا واي يساوي كذا، فتطبق هذا القانون وتطلع الرو. اي هذا الاكس 1 زين، ايش الاش 2 يساوي لي شنو؟ هذا الاش 2 اللي هو 10 اي اكس على 2 باي بي 0.2، هذا الاتش 1 عفوا الاتش 2، الاتش 2 طلعناها. زين احنا بما انه ال H1 و H2 هي متساويه بس بيناتهم اشارات ناقص واحد ياثر على الاخر، فهنا شو مسوي؟ قايل الاتي، قايل الاتي البي تساوي الميو في الاتش، هذا نعرفه زين ويساوي احنا سواء نعتبره ميو نوت في الفراغ، يعني 4 باي في 10 اس ناقص 7 هاي الميو في الاتش. الاتش هنا اذا اريد اقول بي 1 اطبق اتش 1، اتش 1 هو هذا، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير ناقص 10 على 0.4، 10 على 4 2.5، 10 على 0.4 25 صح؟ فيصير هنا ناقص 25، ناقص 25 على باي اي اكس،
ليش ناقص؟ هي هاي الناقص. هسه الباي تروح الى الباي. أربعة في ناقص 25 ناقص 100 ناقص 100، فصير ناقص ويساوي ناقص 100 في 10 ناقص 7 أي إكس، مو صح؟ أو أقول ناقص ناقص 10 ناقص 6 ناقص 5 100، مو 100 مضبوط. 10 أس أس 2 10 أس 2 في 10 أس ناقص 7 يصير 10 أس ناقص 5، 10 أس ناقص 5 أي إكس تسلا. هذا بي 1. عاد تجي نطبق المعادلة اللي قلنا عليها إحنا، انه اذا المجال ثابت عندك والموصل مستقيم، فتقول اف 2 يساوي التيار الثاني في طول المسار الثاني. هو ما معطينا طول المسار الثاني، بس احنا هنخلي ال 2 حتى احنا نريد بير يونت لينث، فراح تشوف شلون تنحل. كروس المجال الخارجي، المجال الخارجي أنا هسه بالثاني، المجال الخارجي مال الأول. إذا شو نقول؟ كروس بي 1 هذه هسه يساوي لي تيار اي 2 10 زين، ال 2 يعني ما عندي، عندي بس قيمة طول المسار، بس ال ما أعرف شنو هذا L2 ما منطيني اياه. هسه ال L قلنا باتجاه شنو؟ باتجاه ال AZ صح؟ يعني هذا باتجاه ال AZ، وال B باتجاه AX. فإذا الفكتور الأول مو عندي هنا AX AY AZ، الفكتور الأول هو مال ال L اللي هو AZ بس عندي، فهذا صفر صفر، وهنا عندي واحد. الفكتور الثاني عندي بس AX، يعني عندي بس هنا واحد، هنا صفر صفر، يطلع أي واحد يطلع ناقص، يطلع ناقص أي واحد. ليش؟ AX صفر صفر تروح، بس ال AY صفر ناقص واحد، في ناقص واحد يطلع اي واي اي. استاذ مردنا ال اي اكس استاذ ماينس اي اكس مال بي 1 ناقص مال بي 1 ناقص عافيه، احنا عندنا راح يطلع اي واي نتيجة هاي اي. زين البي احنا ما حسبنا البي، البي استاذ يعني الواحد يصير ناقص واحد استاذ، هاي الجو اخير ناقص واحد، هاي تنضرب تنضرب ايضا مضروبه في هذا البي، ناقص 10 بس ناقص 5، هاي ما كتبنا هذا لا نكتبها احنا، فراح يطلع لنا النتيجه يا اخوي الاف 2 يساوي لي ناقص 10 ناقص 10، هاي 10 أس ناقص 5 تنضرب في العشرة، 10 أس ناقص 4 أي واي، وشنو بعد؟ مضروبة في L2، مو صحيح؟ هذا L2 هاي القوة بالنيوتن. احنا هسه ال L2 ما نعرف ايش قد طول المسار، فهاي نتيجة القوة. بس هو ارجع للمنطق استاذ بير، استاذ بير يونت مطينا مال اير نستفاد منها بشيء، هاي بير يونت لينكث، هاي بير يونت لينكث. يعني شنو بير يونت لينكث؟ يعني تقول اف 2 اف 2 على ال، انت راح تقسمه على ال يساوي لي
ناقص 10 اس ناقص 4 اي واي. هاي اليوت هيك هاي البيريود. عفوا استاذ، ها عيني استاذ، ليش ما طلع حسب من البي 2 هم وياها؟ هاي هسه القوه على الموصل الثاني، صحيح؟ صحيح. زين، اذا اريد اطلع القوه على الموصل الاول هي نفسها بس شنو؟ عكس الاشاره. نفسها بس عكس الاشاره. نقدر يعني نقول F1، نقدر بهالحاله طبعا F1 على L تساوي لي 10 اس ناقص 4 اي واي نيوتن. انت جربها والله تطلع هيجي، جربها طلع البي 1 بي 2 طلعها هالمره. احنا مو طلعنا بي 1 طلعها البي 2، احنا مطلعينها البي 2 والله بعد ما طلعناها البي 2 مو مشكله، طلعها البي 2 وتحل وتعوضها هنا المفروض يطلع لك هيك. استاذ البي 2 تساوي ميو اتش 2 صحيح استاذ؟ البي 2 اي اي مثل هذا. بس ذكر ان الشاشه خلينا ناخذ لها سكرين استاذ اذا مو شغلها؟ اي والله صح تاخذ سكرين. نعم استاذ. لا لا هسه بس انت شنو لان مشكلتنا احنا دقيقه خل نطلع هاي الفيو فول سكرين مو واضحه. خليك اقول لك اهم شيء استاذ الحين واضحه؟ صغار مو؟ نعم استاذ. خليك اقول لك اياها دقيقة. استاذ ترفع ورا المحاضرة؟ اذا ترفع على ود ما ناخذ يعني. اي راح اي نرفعها طبعا. بس هسه هي هيك ما اذا كبرها ما اقدر شو اسمه. المهم هسه انت تقدر عادي استاذ كبرها بس على الحل. زين انت بخذ لها صوره لهاي يا اخوي، هسه راح احول لك اياها على النصف الثاني. اخذت لها صوره؟ نعم استاذ اخذت. هسه البقيه مال الحل هي هاي. والله هم ما تطلع، خلها زغرها شويه. اي هيش خذها العين هاي الصوره. تمام زين. اكو حسابات التورك، التورك حسابات التورك مهمة، حسابات التورك مهمة. استاذ عفوا بال 11 و5 اي خلصنا، بس انا هسه راح انزل لكم بقالنا شغلة بسيطة على حسابات القوة، وراح انزل لكم هاي الورقة المفقودة، يبقى لنا كم مثال ونخلص. بس انا هسه اريد اقول لكم بالنسبه للامتحان مالكم، احنا هسه خلينا نوقف هاي.